يوم 21 يوليو سنة 1962 وبشكل مفاجئ وقدام العالم كله بيظهر الرئيس جمال عبد الناصر ومعاه قادة القوات المسلحة وبيشهد إطلاق الصاروخ ظافر. تاني يوم 22 يوليو سنة 1962 خرجت الصحف المصرية وعلى رأسهم جريدة الأهرام وفيها صور وتقارير مفصلة عن الحدث اللي فاجئ العالم كله. في تالت يوم اللي هو 23 يوليو سنة 1962 بتبدأ الاحتفالات بأعياد الثورة. بدأ العرض العسكري وطبعا بحضور الرئيس جمال عبد الناصر وقادة الجيش موجودين حواليه، وفجأة وقدام العالم كله بتظهر الصواريخ وللمرة التانية بتتصدر المشهد والعرض العسكري. تلات ايام بتلات صدمات متتالية ورا بعض نزلت على دماغ العدو الصهيوني زي دش التلج في عز البرد، لدرجة ان اشير بن نتان وزير الدفاع الاسرائيلي وقتها قال: كنا نشاهد الامر ونشعر وكأن السماء تسقط علينا. الصور والاخبار والمشاهد دي ولما شافها الموساد لاول مرة كانت بالنسبة لهم كارثة مهينة. ازاي مع عدد الجواسيس اللي احنا زرعينهم في مصر وما نعرفش معلومة زي دي؟ ازاي الصور والاخبار والمشاهد دي كلها نشوفها من خلال وسائل الاعلام زينا زي اي حد؟ الخبر اللي كان اشد كارثية بالنسبة لهم انهم فيما بعد وصلت لهم معلومة موثقة من جواسيسهم جوه مصر بان في مصنع في حلوان، المصنع ده بيتم تجهيز خطة جواه لتصنيع 400 صاروخ طويل المدى. الصواريخ دي هيبقى عندها القدرة على مسح اسرائيل من على وجه الارض. كل المعلومات والاخبار دي سببت عندهم حالة من الفزع والرعب، لدرجة ان رئيس الكيان ديفيد بن غوريون استدعى رئيس الموساد إسير هاريل، وكان السؤال ليه بمنتهى الحدة عبارة عن كلمة واحدة: ازاي؟ ازاي المصريين عملوا ده؟ ازاي المصريين قدروا يمتلكوا برنامج زي ده؟ مين اللي بيساعدهم؟ طبعا رئيس الموساد كان قاعد قدامه زي الكتكوت المبلول، لا بيصد ولا بيرد، لانه طبعا ما عندوش معلومة هيرد يقول ايه. المهم ان الموساد بدأ يكثف جهوده في مصر ورفع درجة الاستعداد القصوى عشان حاجتين: الحاجة الاولى يعرفوا مصر ازاي نفذت الكلام ده، والحاجة التانية انهم يدوروا بقى على الطريقة اللي يمنعوا بيها مصر من استكمال البرنامج. وخلال شهور قليلة نجح الموساد بالفعل في انه يتوصل لإجابة السؤال الاول: مين اللي ساعد المصريين على تنفيذ برنامج الصواريخ؟ والإجابة على السؤال ده بتبدأ من سنة 1945 مع سقوط ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. ألمانيا في التوقيت ده كانت بارعة في مجال الصواريخ والطيران، وعايز أقولك إن علماء وجنرالات الحقبة النازية كان بيتم مطاردتهم بشكل شرس جدا. أي حد فيهم كان بيتمسك كان بيتم إعدامه على الفور، طبعا بسبب أفعالهم الدموية اللي كانوا بيعملوها أثناء الحرب. وبسبب حالات الهروب والمطاردة ليهم بدأت أيادي الدول حواليهم إنها تتلقفهم. كل دولة كانت عايزة تستحوذ على أكبر عدد من العلماء الألمان دول عشان طبعا يستفيدوا من خبراتهم العسكرية، ومصر وقتها كانت واحدة من الدول دي. حاولنا إننا نستغل وضع ألمانيا السيء سواء اقتصاديا أو عسكريا في إننا نستقطب أكبر عدد ممكن من العلماء الألمان للأراضي المصرية طبعا عشان يخدمونا في مجال الصواريخ ومجال الطيران. وكانت بداية المحاولات المصرية في استقطاب العلماء والجنرالات الألمان بمعرفة مصطفى باشا النحاس، ولكن للأسف المحاولة فشلت. جت المحاولة الثانية سنة 1951 وكانت بمعرفة الملك فاروق شخصيا، ولكن للأسف المحاولة برضو فشلت، ولحد ما قامت ثورة يوليو سنة 1952. طبعا بعدها استقرت الأوضاع السياسية، استقر النظام الحكم في مصر، بدأ بعدها عبد الناصر انه يرجع يركز تاني على موضوع الصواريخ وانه ازاي يستقطب العلماء الألمان لمصر. وكان المكلف بإنهاء المهمة دي السيد زكريا محي الدين مدير جهاز المخابرات العامة. زكريا محي الدين نجح بالفعل في إدخال عدد كبير من العلماء الألمان للأراضي المصرية، وطبعا دخلوا مصر بهويات مزورة وشخصيات غير حقيقية. كانوا داخلين البلد على انهم مهندسين متخصصين في الاعمال الانشائيه والهندسيه، وعشان العلماء دول يبداوا شغلهم وبدون ما يلفتوا الانظار كان لازم طبعا توفر لهم المكان اللي هيشتغلوا فيه. فجه عبد الناصر بعدها انشا مصنع حلوان للمعدات، وعلى فكره المصنع ده اللي مازال موجود لحد دلوقتي. وكان انشاء المصنع وقتها عباره عن ستار شرعي لنشاط الالمان في تصنيع الصواريخ، وكمان عشان لما تستورد اي معدات من الخارج ما تلفتش اي انظار وكأن المعدات جاية للمصنع. وبعد ما كل حاجة بقت جاهزة بدأ الألمان في شغلهم، وطبعا بالتعاون مع العلماء والمهندسين المصريين. وعايز أقولك إن كل الأفراد المعاونين الموجودين في المصنع كانوا بالكامل من القوات المسلحة. الجيش أو القيادة السياسية وقتها تعمدت إن كل الأفراد المعاونين داخل المصنع يبقوا من القوات المسلحة
عشان طبعا يتم السيطرة على الأمر والتكتم التام وضمان السرية. وعايز أقولك بقى إن اللي كان مشرف على مشروع الصواريخ داخل مصنع حلوان كان القائد الألماني الجنرال رولف إنجل، وده اللي كان مشرف على مشروع بنموندا نفسه. واللي عايزك تاخد بالك منه كويس إن المهمة دي كانت في غاية الصعوبة والخطورة على المخابرات المصرية، لأن العلماء والجنرالات الألمان دول وهم بيتفقوا في البداية مع المخابرات المصرية قالوا إن تطوير الصواريخ وتطوير الطيران في مصر هياخد فترة ما بين 7 ل10 سنوات. والمشكلة كانت هنا بقى، إزاي هتقدر تأمن كل العدد ده وفي المدة دي كلها؟ والحقيقة إن المهمة دي تمت بالتعاون ما بين صقر المخابرات المصرية السيد زكريا محي الدين وذئب المخابرات الألمانية رينهارد جيلين، وطبعا الاثنين مع بعض عملوا تنسيق أمني على أعلى مستوى، وفضل المشروع واخد صبغة التكتم والسرية بدرجة لا يمكن تتخيلها، لدرجة أن من يوم بدء المشروع في سنة 1954 لحد سنة 1962 والإعلان عنه مفيش أي حد عرف عنه أي معلومة. نرجع بقى للموساد. كده الموساد نفذ المهمة الأولى وأجاب على السؤال الأول، مين اللي بيساعد المصريين؟ نيجي بقى للمهمة التانية، هنوقف الكلام ده إزاي؟ هنسيب المصريين يدمرونا؟ هنسيب عبد الناصر يمسحنا من على وش الأرض؟ ومن اللحظة دي بدأ الموساد في وضع خطته للقضاء على مشروع الصواريخ في مصر. وهنا ظهرت قدامهم عدة تساؤلات. إحنا دلوقتي عرفنا المشكلة بشكل عام، لكن هل عرفنا الأسماء الحقيقية للعلماء دول إيه؟ طبعا لا. طب هل عرفنا عنهم أي حاجة؟ برضو لا. والسؤال الأهم، مين اللي هنزرعه في مصر عشان ينفذ المهمة دي؟ وخصوصا إن مهمة زي دي هيبقى ليها طابع خاص في منتهى الخطورة وفي منتهى السرية. فجي الموساد قالك إيه؟ قالك قبل ما نفكر مين اللي هنزرعه في مصر، نفكر الأول هنشتغل على مين في مصر؟ مين اللي عنده المعلومات أصلا في مصر؟ وطبعا كانت الإجابة حاجة من اتنين، معلومات بالسرية دي يتبقى موجودة عند كبار القيادة المصرية أو عند العلماء الألمان، وكان قرارهم في النهاية استبعاد أي حد من القيادات المصرية. قال لك احنا دلوقتي عشان نبدأ نشتغل على واحد من القيادات المصرية ده طبعا هياخد وقت، ثانيا نسبة فشله وخطورته هتكون عالية جدا او تكاد تكون مستحيلة، احنا بقى نركز على الألمان نزرع واحد بينهم وهو ده اللي عرفنا كل حاجة عنهم وكل كبيرة وصغيرة عن المشروع. وهنا كانت مهمة الموساد في اختيار الجاسوس. قال لك دلوقتي العميل بتاعنا ده هيتجسس على مين؟ هيتجسس على علماء وجنرالات ألمان. طبعا الناس دي مستويات عالية، طبقة أرستقراطية، مش سهل أبدا إنهم يتعاملوا أو ينخرطوا مع أي حد، وعشان كده وقع اختيارهم على الجاسوس فولجانج لودز. ده بقى الجاسوس اللي تقدر تقول عليه على الفرازة توفرت فيه كل الصفات. الجاسوس فولجانج لودز اتولد في مدينة مانهايم الألمانية سنة 1921، الأب ألماني والأم يهودية، واكتسب الملامح الشكلية لوالده الألماني سواء من ناحية لون البشرة أو العيون الزرقاء. جت الأم اليهودية انفصلت عن الأب الألماني وقامت جاية واخدة الولد وسافرت على منطقة الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية. الجاسوس ده بيتكلم الألمانية بمنتهى الطلاقة، أجاد اللغة العبرية وبعض من اللغة العربية، خدم في الجيش البريطاني وبعدها خدم في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، بيتمتع بذكاء حاد ويجيد الفروسية. جه الموساد استدعوه وجندوه لتنفيذ العملية وأخفوا هويته الإسرائيلية تماما ومسحوا كل تاريخه اليهودي من حياته، وقالوا له انت من النهاردة بقى ألماني مسيحي وبس، لا رحت إسرائيل ولا شفتنا ولا تعرفنا. وبعد ما بقى جاهز تماما قاموا جايين مصفرينه على ألمانيا، وهناك اشترى اسطبل للخيل وبدأ التجارة في موضوع الخيول. موضوع الخيل ده اتعمل هناك مخصوص عشان هو اللي هيبقى زريعة بعد كده يدخل بها مصر. وبالفعل في أوائل عام 1963 وصل الجاسوس فولجانج لودز لأول مرة للقاهرة، وبعد ما دخل مصر وكأنه زائر عادي جدا نجح في أنه يبهر كل اللي حواليه، مظاهر للثراء الفاحش، اشترى فيلا أسمهان، راجل ما بيعملش للفلوس أي حساب، وبمنتهى المهارة نجح أنه يعمل كل حاجة تساعده على الانتشار في المجتمع المصري وخصوصا الطبقة الأرستقراطية. راح اشترك في نادي الجزيرة، اشترى مجموعة من الخيول العربية الأصيلة، نظم سباقات للخيول دي داخل نادي الجزيرة، السباقات دي طبعا اللي كان بيحضرها كبار الشخصيات والعائلات في مصر. الجاسوس ده اتعرف فيما بعد باسم جاسوس الشامبانيا، واللي كانت من أغلى وأفخر الأنواع وبيوزعها بدون حساب. اتشهر عن الجاسوس ده إنه جاسوس الهدايا الثمينة،
اللي كانت بتوصل تمنها لمئات وآلاف الجنيهات، وطبعا كل هدية بتقدر حسب مكانة ووظيفة صاحبها. وخلال فترة قصيرة جدا قدر انه توصل لقائمة بكل أسماء العلماء الألمان اللي شغالين على مشروع الصواريخ المصري. واللي ساعدته أكتر في الموضوع ده كانت زوجته اليهودية الشابة فائقة الجمال، اللي كان عندها استعداد تعمل كل حاجة وأي حاجة في سبيل خدمة جوزها وخدمة إسرائيل. القائمة بقى اللي جهزها بأسماء العلماء الألمان بعتها للموساد الإسرائيلي، واللي كانت بتحمل الاسم الكودي البنك. أول ما القائمة دي بقى وصلت الموساد بدأوا يشتغلوا على الخطة اللي هيتخلصوا فيها من العلماء الألمان. وكانت خطتهم بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن إرسال خطابات وطرود مفخخة للعلماء الألمان، اللي على بيته، اللي على شغله، اللي جوه سيارته. ومش كده وبس، ده الطرود والخطابات المفخخة دي كانت بتوصل لزوجاتهم في البيوت وأولادهم في المدارس والجامعات، وتسبب الموضوع ده في حالة من الرعب والذعر عند الألمان، لدرجة إنهم ما كانوش بيناموا الليل. وخصوصا بقى إن بعض الطرود دي أصابت أهدافها وتسببت في وفاة مهندس مصري، وتسببت كمان في إصابة العالم الألماني بيدز وإصابة سكرتيرته بالعمل كامل. طبعا كل المعلومات دي كانت بتوصل للقيادة السياسية ولجهاز المخابرات العامة، واللي تسببت في حالة من الإزعاج والاستنفار الشديد جدا جدا. جهاز المخابرات في التوقيت ده كان بيتولاه السيد صلاح نصر. صلاح نصر بعدها قام بإسناد المهمة لتعلب المخابرات المصرية السيد محمد رفعت جبريل. وأول ما التعلب استلم القضية بدأ إنه يجمع الخيوط المفككة، وكان أول حاجة بتطمنه إن القضية حلها في مصر وإن الفاعل موجود في مصر. ليه؟ لأن الطرود والخطابات المرسلة لقاهم كلهم مبعوتين من داخل مصر، وده طبعا في حد ذاته حاجة كويسة جدا. طيب الحاجة التانية، لما جه يشوف عدد الطرود والرسائل المرسلة لأن عددهم 50، يعني إذن 50 فرد. ال50 فرد دول إيه الجديد اللي ظهر في حياتهم؟ ايه العامل المشترك الجديد اللي ظهر في حياتهم كلهم مرة واحدة؟ مين اللي بيروحوا عنده يحضروا سهرات يوم الخميس؟ مين اللي بيحضروا عنده سباقات الخيل؟ مين اللي بيغدق عليهم بالهدايا الثمينة من وقت للتاني ودخل في حياتهم كلهم في وقت قصير جدا؟ هو مفيش غير كده تقريبا الحاجة الغريبة اللي في حياتهم وتعرفت. لكن المشكلة ان مفيش ولا دليل واحد عليه. لحد ما في يوم كان الجاسوس ده مسافر خارج القاهرة لمرسى مطروح، جه بقى رجالة المخابرات وعلى رأسهم تعلب المخابرات محمد رفعت، وقاموا متسللين للفيلا، بدأوا يفتشوا كل سنتي في الفيلا بشكل دقيق جدا جدا جدا. وبعد ساعتين كاملين من التفتيش ملقوش ولا دليل ولا دليل، لدرجة ان التعلب في كلامه بيقول انا وصلت في التوقيت ده لحالة من الغيظ تكاد تصل للانفجار، لانه واثق ومتأكد ان وراه حاجة مريبة. لحد ما كانوا خلاص قربوا على الانتهاء من التفتيش، لاحظ حاجة غريبة جدا في أوضة مكتب الجاسوس. الحاجة الغريبة دي كانت عبارة عن علبة، العلبة دي موجودة ما بين الكتب في المكتبة بتاعته. طبعا مكانها غريب، لان المفروض علبة بالشكل ده وبالحجم ده يبقى مكانها على المكتب مش في المكتبة. وكان الاغرب بقى لما فتح العلبة، أول ما فتحها لقى جواها قطع صابون. غريبة دي، يعني صابون جوه علبة ما بين الكتب في مكتبة في أوضة مكتب، أكيد في حاجة غلط. المهم إنه استدعى فرد المتفجرات اللي موجود معاهم في فريق التفتيش، وبفحص بسيط جدا تبين الصابون ما هو إلا عبارة عن مادة متفجرة. ومش عايز حضرتك تستغرب لما تسمع إن بيبقى فيه فرد متفجرات مع طاقم التفتيش. ليه؟ لأن أحيانا بيبقى الإرهابي أو الجاسوس ملغم المكان اللي هو قاعد فيه، وطريقة التلغيم ممكن تبقى سرية جدا جدا، ما يعرفش الأمور دي إلا خبراء المتفجرات. بعد ما خلصوا تفتيش رجعوا كل حاجة مكانها وخدوا بعضهم ومشوا. بعد يومين بالظبط الجاسوس رجع على فيلته، وأول ما دخل كانوا رجال المخابرات فوق دماغه وقبضين عليه. أول ما شافهم بقى قعد يزعق ويهدد، وأنا هبلغ السفارة وهعمل وسوي، وقعد يقول كلام كتير. جه بقى السيد محمد رفعت وبمنتهى الهدوء مد إيده في المكتبة، جاب له العلبة، فتحها له وطلع له منها الصابون. صاحبنا بقى أول ما شاف المنظر ده فهم اللي حصل، وبدون أي ضغط عليه اعترف بكل حاجة، وهو بنفسه اللي قام وجاب كل أجهزة وأدوات التجسس الخاصة بيه واللي كان خفيها بمنتهى الحرفية والذكاء. لدرجة إن الثعلب محمد رفعت بيقول إن الجاسوس ده أذكى جاسوس قابلته في حياتي، ما غلطش ولا غلطة واحدة أقدر أمسكها عليه، وكان استجوابه بمنتهى السهولة لأنه كان رافض أي إهانة لشخصيته على الإطلاق. المهم إن اتقبض عليه وتم تقديمه للمحاكمة، وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام
وصدر الحكم على زوجته بالسجن 3 سنوات. وبعد نكسة 67 طلبت إسرائيل رسميا استبداله بعدد من الأسرى المصريين، وتم بالفعل استبداله مقابل 3000 أسير. الجاسوس ده طلع في التلفزيون الإسرائيلي بعدها وقال: لقد أوقع بي رجل مخابرات مصري لا أعلم من هو، ولكن من حديثي معه وطريقة إيقاعه بي تأكدت أنه أفضل رجل مخابرات رأيته على الإطلاق، إنه ثعلب مصري. لحد هنا وبتخلص حلقة النهاردة. بشكر حضراتكم جدا جدا، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصري العظيم، وتحيا مصر، وإلى اللقاء، السلام عليكم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي.